إيمان، وبالسعي يبدو أن العجائن الأجنبية تتجه لغزو السوق الوطنية رغم الوقت الذي مسؤولين. تتغني فيه المسؤولين بتشجيع المنتوج الوطني. المزيد في تقرير أحمد بوطاف وسلف دعمش ثانية. استيراد الجزائر للكسكس والتمر والقرنون والتي أثارت حفيظة الرأي العام، جاء صالون الدولي للصناعة الغذائية ليصنع الحدث، حيث توافدت عدة شركات أجنبية مختصة في إنتاج العجائن خصوصا المعكرونة لتعرض منتوجها على الجزائريين. هذا المنتوج موجود في الجزائر سولمون لي جون، يعني الناس ما يعرفوش، ولهذا شركة جابت معها طباخين وحنا نقدموا هنايا الاكل بشكل نعملوا اشهار لهاد الشركات. ديجا لو سكي فو سافوار اون برومي ليو سي كو لالجيري نو برودوي كازيمون ريان، دونك اي سون اوبجي دامبورتي. دونك كوا كيل اريف كو سوا نو دوتر انترميديير اي سون اوبجي دفير ابيل ا نو بور امبورتي جوسكا سكي اون برودكسيون ايسي. هذا الإنزال الكبير للعجائن الأجنبية بالسوق الجزائرية من شأنه أن يكسر الإنتاج الوطني والذي طالما نادت حكومة سلة لحمايته. احنا مسؤولين عن الشيء هذا اللي صاير، ولكن اليوم الحكومة راح تاخذ قرارات فيما يخص هذه لي زيمبورطاسيون دو برودوي سوبرفلو، باسكو اون فان كونت سي دي سوبرفلو بيسكو المقارون كاين احنا نجيبو، يعني هذه نظن لي العيب، هذه عيب يعني. Alors, à partir du moment où l'État réagit aujourd'hui positivement dans ce sens-là, ربما العمل الجاي ان شاء الله ما تشوفوش. ما نحوسوش فقط من السلطات باش تغلق الحدود، يعني هذا من غير ممكن، وانما نحبوا حنايا باش نروجوا للمنتوج الجزائري باش يكون المستهلك الجزائري يفضل المنتوج الوطني. ما هي إلا حالة تعكس حجم التسيب الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، ولتظل وعود التقشف حبرا على ورق.